الله الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين 4/6/2012 أقدم لكم الشهيد ونزف إليكم الشهيد البطل المجاهد إياد عبارة. استشهد في حي القصور وهو يرابط ويجاهد. تقبلك الله من الشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء هم الأبطال الذين يدافعون عن عرضهم وعن أموالهم وعن حاراتهم وكل ما أوتوا من قوة. قتلتهم عصابات الأسد المجرمة. يلا.